الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح درس الممنوع من الصرف، وهناخد الجزء الأول منه وهو العلم. يعني إيه كلمة الصرف؟ كلمة الصرف معناها التنوين، والتنوين هو نون ساكنة بتيجي في آخر الأسماء المعربة، تنطق ولا تكتب، وليها ثلاث أشكال، تيجي على شكل فتحتين أو ضمتين أو كسرتين. بالنسبة للاسم المعرب فهو بينقسم لنوعين، نوع منون وده بيبقى اللي هو المصروف، ونوع غير منون وده اللي هو الممنوع من الصرف اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة. الممنوع من الصرف بينقسم إلى ثلاث أقسام، علم وصفة واسم. نبدأ زي ما قلنا بالعلم الممنوع من الصرف. العلم الممنوع من الصرف ليه ست أشكال. أول شكل، العلم الذي يأتي على وزن فعل زي عمر وزحل وقزح وهبل وجحا، دي كلها أعلام جت على وزن فعل. الشكل الثاني، العلم المختوم أو المنتهي، يعني اللي بيجي في آخره ألف ونون زائدتين زي رمضان وعفان وحسان. الشكل الثالث، العلم المركب تركيبا مزجيا. يعني ايه تركيب مزجي؟ يعني كانوا كلمتين امتزجوا مع بعض وكونوا لي علم واحد، زي بعلبك، ودي مدينة في سوريا، تنقسم الكلمة لجزئين بعل وبك. كلمة بعل باللغة الفينيقية القديمة معناها اسم الإله الخصوبة والنماء، وكلمة بك معناها مدينة، فمعنى الكلمة مدينة الإله بعل، امتزجت مع بعضها وكونت لي كلمة واحدة اللي هي بعلبك. كلمة حضر موت دي مدينة كانت ناحية اليمن، وكان اللي بيروح تجاهها كان بيموت، لأن كان هناك رمال متحركة، فكان يقال إن المسافر لهذه الجهة حضره الموت. مع مرور الأيام اتحولت الكلمة لحضر موت وبقت كلمة واحدة. كلمة بور سعيد، الكلمة دي لو بصنا لها باللغة الإنجليزية هنلاقيها بورت سعيد، يعني ميناء الخديوي سعيد. مع مرور الأيام اتحولت الكلمة لكلمة واحدة وامتزجت مع بعضها وبقت بور سعيد. الشكل الرابع، العلم الذي يأتي على وزن الفعل، يعني أقدر ألاقيه في جملة يجي علم وألاقيه في جملة تانية فعل، يعني بيستوي فيه الاسم بالفعل زي أكرم، أحمد، يزيد، أشرف. أنا ممكن أقول أكرم طالب مجتهد، وممكن أقول أكرم الأستاذ تلميذة. الشكل الخامس، العلم الأعجمي، ومعنى كلمة الأعجمي يعني الأجنبي، يعني غير العربي، بس بشرط أنه يكون زائد عن ثلاثة أحرف، زي لو قلت أعلام بلاد زي استراليا وأمريكا، أعلام أشخاص زي أفلاطون ويوسف. دلوقتي ممكن يسألني طالب يقول لي إزاي يوسف ده علم مش عربي؟ فعشان كده نقول الملحوظة اللي جاية، جميع أسماء الأنبياء أعجمية يعني غير عربية، ما عدا ستة أنبياء، يعني الست أنبياء اللي هنقول أسماءهم دول عليهم السلام، هم دول بس اللي أصل أسميهم عربي من أسماء الأنبياء كلهم، وبقية أسماء الأنبياء تكون أسماء أعجمية. جمعنا بدايات أسماء الأنبياء العرب عليهم الصلاة والسلام في كلمة صن شملة. صن شملة، الصاد صالح، النون نوح، الشين شعيب، الميم محمد، اللام لوط، الهاء هود عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب في ملحوظة تانية مهمة، لو كان العلم أعجمي ثلاثي ساكن الوسط زي نوح وهود ولوط، ده يصرف. الشكل السادس، العلم المؤنث بغير الألف في آخره، يعني يكون علم مؤنث بس ما فيهوش علامة الألف، وده بينقسم لثلاث أنواع، بيكون مؤنث في اللفظ والمعنى، يعني يكون فيه ته مربوطة في آخره بلفظه ويكون معناه يدل على مؤنث زي فاطمة وعائشة وسمية وصفية. وفي عندنا شكل تاني يكون معناه مؤنث لكن لفظه مذكر، يعني ما فيهوش تاء مربوطة
لكن معناه يدل على المؤنث زي سعاد وسمر وعفاف ونور. الشكل الأخير إن يكون لفظه فيه تاء مربوطة لكن معناه لا يدل على المؤنث ولكن يدل على المذكر، زي ما أقول حمزة وعقبة وعنترة ومعاوية. ملحوظة أخيرة، لو كان العلم المؤنث ثلاثي ساكن الوسط زي هند ومصر فده يجوز فيه الصرف ويجوز فيه المنع. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح العلم الممنوع من الصرف. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معاكم أستاذ هيثم المصري. ودلوقتي مع سجلل كل الأطفال هتقدر تكمل دراستها من البيت. حمل تطبيق نفهم وتعلم ببساطة.